وما زلنا مستمرين مع حضراتكم لرصد فرحه نجوم النادي الاهلي. هنطير لزميلنا كريم احمد من ملعب المباراه ولقاءات ما بعد المباراه مع نجوم النادي الاهلي. اتفضل يا كريم. بجد التحيه من جديد يا كابتن ايمن شوقي، يمكن رئيس الجهاز الطبي دكتور احمد ابو علبه. ببارك لك يا دكتور احمد، لكن عايز اتكلم بس الاول على مجدي، لان الحقيقه من قلقانين شويه وجمهور النادي الاهلي قلقان. طمنا على مجدي. هو طبعا المنظر مقلق اللي احنا عاملينه ده بصراحه، بس تلج ما فيش حاجه الحمد لله، وبس كان حصل التواء بسيط في الجزء الداخلي من الكاحل، انما الحمد لله الاجزاء العظميه الحمد لله يعني مبدئيا الحاجات دي كلها سليمه. الرباط الداخلي يعني ممكن يكون في جزع بسيط، هنطمن كده بالاشعاعات وان شاء الله نطمن باذن الله، انما مبدئيا ان شاء الله اصابه بسيطه مش كبيره ان شاء الله. محمد هاني برضه عايزين نطمن عليك. يعني محمد هاني اللي حاسس بالم شديد مفاجئ كده في العضله الاماميه، وبرضه ان شاء الله هنعمل له، عملنا له الاسعافات الاوليه دلوقتي، برضه ادينا له بعض الادويه اللي تقلل التورمات، ربطنا مكان الاصابه، حطينا تلج، الحاجات دي كلها بتقلل ان يحصل مشاكل بعد كده، وبرضه هنعمل له السونار اول ما نوصل للفندق ان شاء الله باذن الله. لما تقول اللعيبه الرجاله دي بقى على حصولهم على بطوله السوبر، مجهود كبير جدا يا دكتور احمد الحقيقه الفتره اللي فاتت. والله هو ده اللي انا كنت بقوله، ان كل المنظومه مجتهده وكل المنظومه بتعمل اللي عليها، من اول الـ إدارة النادي لغاية الإدارة الفنية لغاية المديرين لغاية الأجهزة الطبية اللاعبين، كل الناس بتجتهد وكل الناس بتعمل اللي عليها، وديت النتيجة الطبيعية للاجتهاد ده. طبعا قبل ده كله توفيق ربنا سبحانه وتعالى. شكرا جدا دكتور، ألف مبروك. شكرا.